السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة موضوعنا مهم جدا لكل اب وام. الموضوع ده يخصك. احنا ان شاء الله داخلين على سنة جديدة، وان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم ومليانة بالنجاح. بعد اذنكم انا ليا رجاء، معلش يعني عندكم تسمعوني شوية. ملوش لزوم سندوتشات البرجر والكريبات والحاجات الغالية اللي فيه، يعني خلوا الحاجات دي في البيت، يعني لان في ناس ما تقدرش تجيب الكلام ده، فمن باب الرحمة يعني بلاش نعمل كده، علشان برضو مشاعر الاطفال اللي ابهاتهم وامهاتهم مش قادرين يعني يعملهم زي ناس كتيرة وزي اطفال كتيرة بياخدوا حاجات فخمة وحاجات غالية وكده، تمام. وفي الاخر كل واحد طبعا حر، بس انا يعني من باب الرحمة بس. وكمان فهموا اولادكم وقولوا لهم بلاش تقولوا لزمايلكم احنا صيفنا فين، ترينا مستلزمات المدرسة بكام، وعملنا ايه في الاجازة، لان في ناس قضوا الصيف ما بين الصالة والبلكونة. بلاش كمان موضوع اللي يضربك اضربه، ده عشان احنا مش في غابة، وما تقوليش يعني اسيبه يتضرب، لا طبعا، لكن علميه يدافع عن نفسه الاول ويحذر ويشتكي للمسؤول، وبعدين خلي موضوع الضرب ده اخر حاجة. وكمان في حاجة تانية مهمة، ان احنا عيالنا مش ملايكة زي ما احنا شايفينهم في البيت. يعني اللي انت شايفاه في البيت غير اللي في المدرسة وغير اللي بيعمله في المدرسة والشقاوة وكده. علمي ابنك او بنتك يحترم المدرس او المدرسة حتى لو المدرس ده غلط. اوعى تعمل فيها شجيع وكده وتهين المدرس، لانك في الحقيقة بتزرع جوه الطفل شوية حاجات سيئة، بتزرع جوه يعني حاجات هتحصدها بعدين. فالافضل انك يعني تروح المدرسة وتفهم الحقيقة من المدرس، وساعتها هتقرر بعيد خالص عن اهانة المدرس طبعا. يعني انت هتشوف انت هتعمل ايه، بس من غير اهانة، على ان المدرس برضو ليه مكانه وقيمته يعني، تمام. وياريت تعلموا اولادكم اننا رايحين نتعلم مش طالعين رحلة. المدرسة ليها وقرها، سواء في اللبس او قصة الشعر، الشكل العام يعني. بلاش لبس الذهب والسلاسل والحاجات اللي هي غير يعني مفروضة في المدرسة. بنلتزم بالقوانين بتاعت المدرسة. وأتمنى إن السنة دي تبقى مليانة بالنجاح والسعادة. وشكرا لكل معلم ومعلمة وكل أب وأم، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. وأتمنى إن الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعليق. باي باي.